السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. لماذا كفر الدكتور محمد العوضي كل من عارض عملية حماس المسماة طوفان الأقصى، وحكم عليهم بالنفاق الأكبر الذي هو إظهار الإيمان الصحيح وإبطان الكفر الصريح المذكور في سورة التوبة، والذي يكون صاحبه إذا مات على هذا في الدرك الأسفل من النار؟ بل وزاد على ذلك أن وصف العاهرات والممثلات الإباحيات بأنهن أشرف من علماء الأمة وصالحيها وعقلائها ممن عارض تصرف حماس وتهورها. ولماذا قال العوضي في كلام سابق أنه لا يكفر اليهود والنصارى ولا يحكم على من مات منهم بالنار؟ وقال أيضا لا تظلموا المثليين والشواذ، وأبرق بالإكة للحزب الديمقراطي. ولماذا عارض بل وانتقد بشدة الدكتور محمد العوضي وإخوان الخليج من خلفه أحداث 11 سبتمبر من القاعدة وما سمي وقتها بغزوة منهاتن، وهي نفس سيناريو طوفان الأقصى بالحر، وذكروا نفس الأسباب التي يذكرها من يعارض حماس وطوفان الأقصى الآن؟ ورد عليهم الجهاديون وأنصار القاعدة في ذلك الوقت بنفس الحجج التي يذكرها محمد العوضي والإخوان المسلمين من خلفه في تأييد حماس وطوفان الأقصى، ولله في خلقه شؤون. حتى أن الكاتب الجهادي الأشهر لويس عطية الله شن هجوما حادا على الدكتور محمد العوضي في مقال شهير تناقلته المنتديات الجهادية في وقتها، وصف فيها العوضي بالأراغوز والمهرج وصاحب البقجة. وخلونا نحكي لكم القصة من البداية، لكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة ووضع اللايك، ولا تنسى أن اللايك الذي تضعه لهذه الحلقة لا يضرك وينفعنا ويجعلها اليوتيوب من ضمن المقترحات حتى تصل إلى أكبر عدد من المشاهدين. كما يسرني تواصلك على حساباتي على وسائل التواصل الاجتماعي، على تويتر، على السناب وعلى التيك توك، وتجد روابطها في الأسفل. وفي السناب ناخذ ونعطي معكم فيها حديث كثيرة، ونرد على أسئلتكم وعلى استفساراتكم. وكما عودناكم بسم الله نبدأ. بعد أحداث ما يسمى طوفان الأقصى ونكبة غزة وأهلها على يد حركة حماس الفرع الفلسطيني لتنظيم الإخوان المسلمين الدولي، وبعد ذهاب السكرة ومجيء الفكرة وبدء شلالات الدماء من نسائنا وأطفالنا وشيوخنا في غزة تسيل دماؤهم بلا ثمن، وجموع الهاربين الباحثين عن مأوى لا يحصيها عد، وتدمير غزة على رؤوس من فيها، فمن بقي فيها هلك ومن هرب تشرد، فقد بلغ الشهداء حتى هذه اللحظة قرابة 18,000 شهيد، عوائل عن بكرة أبيها أبيدت، وما تحت الأنقاض من الشهداء أكثر مما أحصي، وأصبحت غزة جحيما لا يطاق. تعالت الأصوات المنددة بتصرف حماس وجنايتها على المسلمين، ثم هروبهم إلى الأنفاق وترك المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لمواجهة مصيرهم. خرج علينا الدكتور محمد العوضي وهو الوجه الناعم لجماعة الإخوان في الخليج بهذا الكلام. يا جماعة غزة، يعني احنا عندنا في القرآن الكريم سورة التوبة اسمها سورة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين. غزة خاصة في الحدث الأخير طوفان الأقصى فضحت المنافقين اللي مكشوفين شوية عند النخبة، بس وسعت دائرة الكشف عند الكثيرين، وأخرجت أصحاب النفاق الناعم، النفاق الدبلوماسي، النفاق السلس، أكاديميين، إعلاميين، صحفيين، شعراء، أدباء، شفتوهم؟ هؤلاء أخطر على كل أمة، كل أمة داخل غزة، عندنا هنا في البلد، برا العملاء. ولذلك من المنافقين، هي فاضحة المنافقين، والحمد لله رب العالمين على هذه الفائدة التي حتى لا تقول ها كنتوا تشكون فيه، كنتوا تقولون هذا قاعد، لا يبا، هذيلا خاصة المثقفين والسياسيين، هذيلا مثقفين المارينز كما سماهم فهمي هويد. الدكتور محمد العوضي منطلقات شرعية كما يزعم، والنفاق الذي يعرفه أهل الإسلام وجاءت به الشريعة ينقسم إلى نوعين، إما نفاق عملي مثل الكذب في الحديث وإخلاف الوعد وغيرها كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام آية المنافق 3، والنوع الثاني هو النفاق الاعتقادي وهو النفاق أكبر، وهو إظهار الإيمان الصحيح وإبطان الكفر الصريح. يقول الدكتور محمد العوضي في هذا المقطع أنه والنخبة من جماعته، أي جماعة الإخوان المسلمين، يعرفون من زمان أن هؤلاء منافقين نفاقا أكبر، وهم كفار مرتدون يظهرون الإسلام الصحيح ويبطنون الكفر الصريح، شعراء وكتاب ومثقفين وطلاب علم وصحفيين وأكاديميين ويوه واجد. كيف عرف الدكتور محمد العوضي والنخبة من جماعته أن هؤلاء منافقون نفاقا اعتقادياً يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر؟ لم يخبرنا محمد العوضي والنخبة من جماعته كيف اكتشفوا هؤلاء قبل طوفان الأقصى، وإن كنت أجزم
بل أبصم بالعشرة أن كل من وقف في وجه جماعة الإخوان المسلمين وانتقدها فهو عنده وعند جماعته منافق نفاقا أكبر تنطبق عليه سورة التوبة. المهم في حديث الدكتور محمد العوضي أنه قال أن أحداث طوفان الأقصى كشفت هؤلاء المنافقين، أي أن من انتقد حماس وطوفان الأقصى وخطأهم في فعلهم فهؤلاء عند محمد العوضي منافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ومن كان هذا حاله فهو كافر مرتد عن دين الله وفي الدرك الأسفل من النار. وقد يقول قائل أن الدكتور محمد العوضي لم يقصد التكفير ولا يقصد النفاق الاعتقادي، بل مقصوده النفاق الأصغر أو ما يسمى النفاق العملي، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق 3. نقول أن الدكتور محمد العوضي نفسه قطع عليك هذا الظن ومحاولة التبرير، فاستشهد العوضي بسورة التوبة التي نزلت في المنافقين النفاق الاعتقادي، النفاق الذي يظهر صاحبه الإيمان الصحيح ويبطن الكفر الصريح، والذي يكون صاحبه إن مات على هذا في الدرك الأسفل من النار. طبقها محمد العوضي على كل من انتقد حماس وطوفان الأقصى. وأنا أسأل الدكتور محمد العوضي ما رأيه في هذه المقاطع التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي كانتشار النار في الهشيم. لكن فيه وين الدول؟ وين هنية؟ وين العالم؟ شكرا يا حاج. وبعدين بالنسبة للمقاومة اللي بتيجي بتخبى بين الناس، ليش تخبى بين الناس؟ يروح في جهنم يتخبى. يعني هذه شهر حسبنا الله ونعم الوكيل على قطر وعلى تركيا وعلى الى حكومه حماس. حسبي الله عليك، والله يلعنك ويلعن ابو ابوك ويلعن النجاب. استنمر تحت الارض متخبي هو والضيف والقرف اللي زيه. يا الله عليك دمرتنا يا محمد. يعني لو بدي يبعثوا لنا مساعده، الدول اللي برا بتسمعني يبعثوا لنا مساعده بس بايدي امنه عشان حقنا بروح. احنا دفعنا ثمن تذكره حماس، احنا دفعنا التذكره لها. يعني هم اللي جت تحت الانفاق واحنا الضحايا اللي بتروح ناس مدنيين. نصرهم لقدير. الله عليك يا حماس، اشكيك الى الله يا حماس. هل هؤلاء الشاكين الباكين المفجوعين يا محمد العوضي منافقين نفاقا تنطبق عليهم سورة التوبة؟ فإن قال نعم فوالله إنه أضل من إبليس، وإن قال لا فإنه لا يعلم ما يخرج من رأسه. وأنا أسأل أيضا الدكتور محمد العوضي وإخوان الخليج كافة، لو قام السوريون واللبنانيون والعراقيون واليمنيون بشتم حماس ولعن رموزها واحدا بعد آخر، الذين مدحوا الحرس الثوري وحزب الله وجماعة الحوثي وترحموا على قاسم سليماني أعلنوا مرارا أنهم جنود تحت رايته وهو قاتل أبنائهم ومحتل أرضهم ومشردهم من ديارهم، فهل السوريون واللبنانيون والعراقيون واليمنيون تنطبق عليهم سورة التوبة يا محمد العوضي؟ فإن قال الدكتور محمد العوضي نعم فهو أضل من إبليس، وإن قال لا فإنه لا يعلم ما يخرج من رأسه. المهم أن الدكتور محمد العوضي لم يتوقف عند هذا، بل زاد عليه وظهر في مقطع آخر يقول إن الممثلات الإباحيات والبغايا العاهرات أشرف من علماء الأمة وعقلائها وصالحيها ممن استنكر تهور حماس وتوريطها لأهل غزة، لكن انتبه للقيد الذي وضعه وهو قوله ناس من الخليج إلى المحيط، مما يعني أنهم كثيرون يتعاطفون مع الصهاينة ويشتمون ويتشمتون بأهل غزة. والحقيقة أنه لم يمر علي أحد بهذا الوصف، يتعاطف مع الصهاينة ويشتم ويتشمت بضعفاء المسلمين في غزة. وإن وجد شخص أو شخصين فهو شاذ لا حكم له أو معرف مجهول لا يعلم من ورائه، لكن العوضي يريد أن يرهبك من نقد حماس الفرع الإخواني للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، ويريد أن يفرغ شحنة التكفير وكراهية العرب. من فضل الله أن أحداث غزة وعموم أحداث المآسي التي تقع للإنسان أي إنسان، لكن غزة شخصت الداء، شخصت الأمراض. أمراض من؟ أمراض ناس من بني جلدتنا من الخليج للمحيط، عندهم مشاعر صهيونية داخلية مكبوتة لكنها تعرت، خلاص أماطوا اللثام عن وجوههم. هؤلاء المبتذلون المتصهينون من الذين يتعاطفون مع الصهاينة ويشتمون ويشمتون بإخواننا أهل غزة وأهل فلسطين، هؤلاء تدرون ما هي قناعة الناس فيهم؟ اسمعوا الناس، الحمد لله اسمعوا الناس والوعي عند الناس. يقولون ان الممثلة الإباحية الفلانية، ان عارضة الأزياء الفلانية، ان بطل الأفلام الغربي فلاني أشرف، بل حتى ان الحاخام الفلاني، ان الراهبة الفلانية أشرف من هؤلاء الذين أصبحوا منبوذين على لسان كل إنسان. هؤلاء الذين دخلوا
في حقل من حقول النجاسة والرذالة التي لا يتحملها أي إنسان حتى لو لم ينتمي إلى هذه الأمة. الدكتور محمد العوضي صاحب المقالات ذات العناوين المقززة والمثيرة للإشمئزاز، خذ هذه قائمة تقريبا من 40 مقالة للعوضي. يا عسل يا حلوة يا أمورة، فضيحة على حوض السباحة حملت منه وهو مشلول، سماسرة المساواة بالبغايا والمومسات، صحفية وتسعة فحول قالت صورني من فوق وتحت، صياد البنات والمباحث الجنائية، مطعم المشويات الجنسية خاص بالصحفيات العمانيات غير، مضاجعة الشيطان في المطعم الياباني حملها بخمس ثواني، تسع ساعات تحت حماية الجنوس، فتحاوي بدرجة بكيني، الجنس الصيني، المرشحة العارية والكاتبة المتعهرة، شفايف جمال البنا، خمس دقائق من الكعبة إلى هيفا وهبي، المايوه الأصفر والمرأة الثعلب، سهرة مع تسع سعوديات في باريس، كويتي يبحث عن فرنسيات، الأرنب والعربية المفتوحة، ردة إمام بشفايف الفنانة يسرى، في المطار غمزها لمسها، ثم لواء الداخلية هدده باغتصاب خطيبته، شقيق وزير وابن نائب وأخت لاعب وبنت فنانة، الخنثى في الخليج، جمعية المحامين وهتك أعراض المصريين، طلاب وطالبات كلية الشريعة قبولات، دكتور كلية العلوم و27 شاذ، الشيخة فريحة والفئة الشاذة. هل ما يقوم به الدكتور محمد العوضي وإخوان الخليج من خلفه هو غير على فلسطين بسبب الأحداث المأساوية في غزة، فهو معذور في ذلك. إن من يبحث عن هذا العذر للدكتور محمد العوضي، فالدكتور نفسه كفاك عناء البحث له عن عذر. ففي لقاء مع التركي حمزة تكين نشره العوضي على حسابه سماه غزة ومشايخ ولي الأمر، العوضي يدرك حساسية موقفه أمام سيده التركي الداعم الأكبر لإسرائيل في هذه الحرب، فشحنات الغذاء والغاز والمعونات التركية لإسرائيل زادت بعد الحرب لدعم المجهود الحربي الإسرائيلي. المهم بعد الهذر المعتاد من محمد العوضي وحتى يخرج مولى الأتراك أردوغان من الحرج، قال عن أي ولي أمر تتحدث؟ عن 22 ولي أمر والمقصود 22 دولة عربية، وأخرج مولى الأتراك الأتراك مثل الشعر من العجين. دكتورنا العزيز محمد العوضي، نحن في الكويت حاليا أكثر من شهر على العدوان النازي على قطاع غزة بآلة الحرب الإسرائيلية. اليوم يعني نسمع بعض الشعوب أن الولي الأمر عندها لا يريد أن يتدخل أو يريد أن يكون له موقف مخايم مغاير في الشعب في ملعب بمساعدة الفلسطينيين أو حتى مجرد التأييد اللفظي. يعني ما الحل في هذه الحالة للشعوب؟ أين تذهب الشعوب؟ ثم أي ولي أمر تتكلم عنه؟ عندنا 22 ولي أمر، أي ولي أمر؟ يعني هذا وضع مرتبك سياسي ما يصير نسقط عليه بطريقة ساذجة الأحكام الشرعية من غير توصيف شرعي مؤسسي دقيق. منهم عميل، منهم إسرائيلي وصهيوني أكثر من الصهاينة، منهم تخادم، منهم دخل في التطبيع، ولذلك قلة قليلة. طبعا ما في شك، ما يستثنى. طيب منهم ضعيف ما يستطيع، منهم متواري. احنا نقول قاعد يا جماعة، هذه أرض وقفية لا يمكن أحد أن يتنازل عليها. حتى السلطان عبد الحميد عندما أغري وكاد يعني أطبق عليه من قبل المستعمر المشترك ما استطاع، لأنه مو حقه. العوضي هو الذي أخبرنا سابقا أن تركيا تتطهر من العلاقة مع إسرائيل، ولا أدري هل شاهد العوضي الكدرة والصفرة حتى يخبرنا أن تركيا تطهرت. العوضي عنده غرام بالأتراك يثير الغثيان، فلا غرابة فهذا فعل الموالي مع الأسياد، فقد احتفل مع مجموعة من حزبه بفوز أردوغان في الانتخابات وفي البرنامج الإخواني الشهير سواعد الإخاء الذي كان الهدف منه الترويج للسياحة في تركيا تحت غطاء شرعي. تحدث العوضي عن الدراما الخليجية بأنها دراما تعيسة، والدراما العربية مثلها أيضا، أما الدراما التركية فهي دراما وإن كانت إباحية لكنها جميلة. عندما تكلمنا عن أثر الدراما وأن الدراما الخليجية مثلا دراما تعيسة، الدراما العربية المصرية مثلا دراما مشكلة، دراما مشكلة، أنتم دراما تركية، الدراما التركية فيها إباحية خطيرة وهي جميلة، والعشر سنوات الأخيرة تصدرت. في المعرض الدولي للكتاب في إسطنبول أقيمت محاضرة للدكتور محمد العوضي بعنوان غزة والتصهين الثقافي، وكالعادة لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، يكيل الشتائم للعرب السنة بكل لون وبكل نوع وبكل شكل، ولا نطق بحرف واحد عن الأتراك، مع أنه في أرض التصهين إن صحت العبارة، وفي منبع التطبيع والعلاقة مع إسرائيل، بل والدعم الذي زاد لإسرائيل بعد حرب غزة. ولعلكم تذكرون يوم كان الحديث عن عنصرية الأتراك ضد العرب، كيف هب الفرع الخليجي للتنظيم للدفاع المستميت عن الأتراك ومحاولة تزوير التاريخ ومخالفة الواقع. كل هذا كان
كان دفاعا عن الأتراك، مع أن أردوغان نفسه صرح بتضايقه من موجة العنصرية ضد العرب. موالي الترك من هذا التنظيم برموزه ومفكريه ودعاته وإعلاميه، مع دفاعهم المستميت عن الأتراك، هم أنفسهم يصفون العرب بأنهم صهاينة ومطبعون وخوانة. كراهية جماعة الإخوان للعرب السنة تثير الدهشة وجديرة بالبحث والدراسة. التنظيم الدولي للإخوان المسلمين يبرز الدكتور محمد العوضي على أنه الوجه الناعم والوجه الكيوت والحبوب والوجه الوسطي لهذا التنظيم، لكن هذا الكيوت والحبوب والوسطي في أحداث الربيع العربي انقلب إلى صارخ يهددنا بالذبح وبأن الرؤوس ستتطاير في الشوارع. إنما ستأتي السكين ترون الرؤوس تتطاير هنا في الشوارع، وبما في ذلك الحكام. والله العظيم هذه الحقيقة، والله على ما أقول شهيد. خذوها قاعدة مني وحاسبوني عليها. الإخوان المسلمون في حالة الضعف ليبراليين، وفي حالة القوة دواعش. بعد أحداث 11 من سبتمبر عام 2001 من أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة ضد الولايات المتحدة وما سمتها القاعدة من إعلامها وشيوخها ومنظريها ومناصريها غزوة منهاتن، وما تلا تلك الأحداث من غزو الولايات المتحدة إلى أفغانستان وتدميرها، وهي أحداث مشابهة بل بالكربون عن أحداث غزة وما سماها الإخوان المسلمون طوفان الأقصى. استنكر التنظيم الدولي للإخوان المسلمين أحداث غزوة منهاتن أو أحداث 11 سبتمبر. طبعا لم يكن ذلك لله، لكن كان هذا لسببين. السبب الأول أنه لم يقم بهذه الأحداث أحد فروعهم، أما السبب الثاني لأنهم تضرروا من هذه الأحداث كثيرا، فقد تم إغفال حصالة الإخوان المسلمين وتجميد أمواله المسمى بنك التقوى، والذي يديره ما يسمى وزير مالية الإخوان المسلمين يوسف ندى، الذي فر من مصر في السبعينات وما كان يملك إلا سرواله، ثم أصبح فجأة ملياردير يدير بنك التقوى برأس مال يبلغ المليارات. أسسوا هذا البنك في جزر البهاما القريبة من الولايات المتحدة، وأسسوه في هذا البلد تحديدا لأنه يسمح بالمعاملات المصرفية دون رقابة حكومية، وجعلوا من هذا البنك وكرا لغسيل الأموال. جمدت الولايات المتحدة أموال هذا البنك وأوقفت مديره المصري يوسف ندى، وفتشت كل جمعيات الإخوان في أمريكا وفي أوروبا. ولو أن الفاعل لأحداث 11 سبتمبر من جماعة الإخوان لأوجدوا له ألف عذر. المهم أن الإخواني المصري أحمد منصور رئيس تحرير مجلة المجتمع الإخوانية سابقا والمذيع الحالي في قناة الجزيرة استضاف الدكتور محمد العوضي للتعليق على شريط بثته الجزيرة لأحد الانتحاريين، وكالعادة لابد لمحمد العوضي أن يحضر معه عددا من الكتب كنوع من الاستعراض الثقافي. استنكر محمد العوضي ما سمته القاعدة غزوة منهاتن، وذكر أنها تسببت في غزو أمريكا لأفغانستان وأقامت مذابح للمسلمين، وأن القاعدة قامت بهذا العمل دون استشارة من أحد وجرت الأمة إلى معركة غير متكافئة، وأنها افتئات على الأمة، وأنها ورطت أفغانستان وأهلها وهم يعانون الفقر والفاقة من سنوات، ورطت أفغانستان في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل. ومع أن الرئيس الأمريكي جورج بوش أعلن أن حربه على أفغانستان حرب صليبية، لم تستفز هذه الكلمة محمد العوضي ولا تنظيم الإخوان خلف، فقط لأن مصالحهم كانت مهددة. ما قاله العوضي في ذلك اللقاء عن أحداث 11 سبتمبر أو غزوة منهات هو نفس الأسباب التي يذكرها الآن من ينكر على حماس وأنها ورطت أهل غزة في معركة غير متكافئة ولم تستشر أحد، كما ورطت القاعدة أفغانستان في معركة غير متكافئة ولم تستشر أحد، وكما استفزت القاعدة أمريكا وهاجمتها حتى غزت أمريكا أفغانستان، ثم فرت القاعدة إلى الجبال وتركوا ضعفاء المسلمين يواجهون مصيرهم لآلة القتل الأمريكية. فعلت حماس نفس الفعل، فهاجمت إسرائيل ثم فروا إلى الأنفاق وتركوا ضعفاء المسلمين أمام آلة القتل الرهيبة. وكما قالت القاعدة بعد غزو أمريكا لأفغانستان: يا مسلمين افزعوا لنا. قالت حماس بعد الغزو الصهيوني: يا مسلمين افزعوا لنا. ولو أحضرت كلام الدكتور محمد العوضي في ذلك اللقاء ومسحت منه اسم أفغانستان والقاعدة لتخيلت أنه يتكلم عن حماس وعن طوفان الأقصى. ولو قلت الآن بنفس كلام محمد العوضي السابق في نقد غزوة منهاتن والقاعدة وطبقته على أحداث حماس وطوفان الأقصى لحكم عليك محمد العوضي بأنك منافق تنطبق عليك سورة التوبة. المهم أن لقاء الدكتور محمد العوضي مع أحمد منصور استفز كاتبا جهاديا اشتهر في المنتديات في تلك الأوقات يسمى لويس عطية الله، اعتبرته القاعدة من كبار كتابها ومناصريها، وكتب مقالا شهيرا تداولته المنتديات الجهادية في ذلك الوقت، وانتشر انتشارا واسعا كان بعنوان: واعظ مهرج سهرة
مع محمد العوضي. أما محمد العوضي فقد أثبت بالأدلة القطعية أن من يعترض على المجاهدين في محفل عام فهو مهرج وفي رواية راجوز. وحكى ابن قطلباغة أن اسمه بوزو. أنا محب للجهاد صحيح وعاشق للمجاهدين لا شك، لذا لن أتحدث عن انطباع الشخصي عن العوضي، وإنما سأنقل وجهات نظر بعض العوام. في الواقع لا أظن أنني سأستطيع نقلها تماما، لأنها بالمختصر المفيد عبارة عن شتائم وسباب. طبعا الجزيرة أحضرت العوضي، لماذا؟ ليعلق على الشريط وعلى محتواه، لكن الرجل لم ينسى أن يحضر معه البقشة المعتادة، والتي تتكون عادة من معرض للكتاب، معرض ملابس جاهزة زائد نسخة من جريدة الرأي العام ليروج للجريدة، ثم يطبطب على كتفيه جاسم بودي رئيس تحريرها، ثم يعطيه الأجر اللائق للدعاية الجهادية. هذه المعارض يحرص العوضي على أخذها معه دائما أينما حل ضيفا على الجزيرة أو أينما اتصل بالجزيرة طالبا منهم أن يستضيفوه هذه المرة في هذه الحلقة. هذه إشاعة طبعا منتشرة عند كل إخواننا الكويتيين أن العوضي هو الذي اتصل على الجزيرة وطلب منهم أن يداخل على شريط الشيخ عبد العزيز العمري، شيء مثير للتقزز، شيء يسبب الغثيان. أن ترى هذه الجموع الكبيرة من المسلمين تنتظر بلهفة وشوق ما يصدر عن تنظيم القاعدة، ثم تلتهب المشاعر وتكتسح روح الجهاد وتتغلغل بين الناس، ثم تجد هذا الواعظ المتسلق صاحب البقشة يتحدث بكل صفاقة أن هؤلاء يحتاجون علاج، ويقول نحن نختلف معهم يا أخي كما يقول إخوتنا المصريين في 60 داهية. المقال طويل وتناقلته المنتديات الجهادية في وقتها بكثافة. بعد هذا المقال لم يستعرض محمد العوضي بالكتب في لقاءات، عندما والي الأتراك أن فلسطين هي حماس وحماس هي فلسطين، وهم أنفسهم عندما يشتمون الدول العربية السنية يقولون نحن نفرق بين الشعوب والحكومات، والحكومات لا تمثل الشعوب، فما الذي يجعل حماس تمثل فلسطين؟ ويحرمون نقدها بل يكفرون من انتقدها، وحماس فصيل فلسطيني من فصائل شتى، أحلال على بلابله الدوح، حرام للطير من كل جنسي. الدكتور محمد العوضي سابقا قد أبرق بالإكة للحزب الديمقراطي الأمريكي وجاء بعجائب من الأقوال، فخرج في مقطع فيديو أثار استغرابا كبيرا في وقته، كان بعنوان لا تظلم المثليين، حاول أن يهون من هذا الأمر ويلطفه. لم يكن العوضي الكويتي هو الوحيد في هذا المجال، فقد سبقه سلمان العودة السعودي في حوار مع مجلة سويدية، قال العودة إن الشريعة لا توجب عقوبة دنيوية على المثلية الجنسية. وقبلهم كان أمير التنظيم الدولي للإخوان المسلمين المصري إبراهيم منير، قد صرح لوسائل الإعلام أن حرية الكفر والإلحاد والشذوذ مكفولة للجميع ولا يحق للحاكم منعها. أيضا التونسي الغنوشي قد صرح أنه يرفض تجريم المثلية الجنسية. هذه التصريحات الصادمة من الرموز الإخوانية الشهيرة على اختلاف بلدانهم وتطابق آرائهم حول موضوع واحد، فما الذي دعاهم لمثل هذا الكلام أو أجبرهم عليه؟ وكنا غافلين عن السبب، ويا غافلين لكم الله. زال الاستغراب بعد وصول الحزب الديمقراطي الأمريكي للحكم في أمريكا ودعمه للشذوذ بشكل واسع ومقرف. أثار الجماعة كانوا يسوقون أنفسهم للحزب الديمقراطي حتى يقبل التعامل معهم لأنهم جماعة إسلامية في الظاهر، وحتى يقبل استخدامهم لتقويض دولنا العربية السنية، وأن فروع الجماعة بمختلف الدول على تهوين الشذوذ مرضاة للغرب حتى يمكنهم من حكم بلاد أهل السنة. ومن الأقوال العجيبة أيضا للدكتور محمد العوضي، وبعد الحديث عن المثلية الجنسية وفي سياق تلميع حزب الإخوان نفسه للحزب الديمقراطي الأمريكي لكي يرضى بهم ويستخدمهم، كان للدكتور محمد العوضي رأي صادم آخر. فمحمد العوضي الذي يكفر كل من ينتقد حماس ويصفهم بأنهم منافقون تنطبق عليهم سورة التوبة، هو نفسه يعتقد أن البوذي والهندوسي والوثني ليسوا كفارا ولا يحكم عليهم بالنار إذا ماتوا على ذلك. سألتني السلام عليكم، عليكم السلام، وهي طالبة جامعية من دولة خليجية، وخافت تسأل بعض الشخصيات أو بعض المؤسسات ظنا منها أنها سوف توصم بالكفر والردة ومن ثم إلى آخر ما يترتب على ذلك. قالت أخ محمد معلش تحملني ولأسئلتي، قلت تفضلي. قالت ما ذنب الهندوس والبوذ والوثنيين والناس الذين عقائدهم حتى لو اعترضنا عليها عقليا أنها عقائد فاشلة أو ما ذنبهم يدخلون النار بهذه البساطة؟ قلت لها من قال لك أنهم سيدخلون النار؟ قالت أليس الكفار سيدخلون النار؟ قلت لا
لها ومن قال لك أن الكافر سيدخل النار؟ قالت أليس الذي يموت وهو كافر سيدخل النار؟ قلت لها ومن قال لك أن الذي يموت كافرا يدخل النار؟ قالت لها هذا كلام عجيب أول مرة أسمعه. قلت هذه مشكلتك، خطورة بمكان أن أجعل من وعي الشخص الذاتي النسبي قناعة أبني عليها أحكام كلية ثم أدين فيها الإسلام والعقيدة الإسلامية، ما يصير يا بابا. المقطع مدته 6 دقائق ومنتشر على وسائل التواصل ولا أستطيع نقله هنا كاملا. وصل فيه العوضي إلى رأي مصادم لنصوص القرآن الكريم حول الكفار ومصيرهم في الآخرة. خلص العوضي إلى أن الكفار كلهم بجميع أنواعهم تحت المشيئة، ولا يحكم له بالنار إلا من وصلته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ورفضها وجحدها. وقد رد عدد من طلاب العلم على رأي العوضي هذا وبينوا خطأه بالأدلة الشرعية وأقوال العلماء، لكن العوضي لا يزال يطنش ومسوي نفسه ميت. وقد كفانا سماحة العلامة صالح الفوزان الرد على هذا الكلام الصاق. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حصل بيني وبين أحد الزملاء جدال في دخول الكفار الذين ماتوا على الكفر دخولهم النار، حيث إن هذا الرجل يقول إنهم تحت المشيئة، ويقول إني أتألى على الله إذا قلت إنهم يدخلون النار، وقد استدللت بآيات تبين أنهم مخلدين، فما هو الفصل في هذا؟ هذا كلام باطل، إن الكفار تحت المشيئة، كفار في النار عموما يعني، أما الأفراد الله أعلم، الأفراد نحن لا نحكم على معين منهم من أهل النار ونحن لا ندري عن خاتمته، أما عموم الكفار والمشركون فهم في النار نعتقد هذا، ومن لم يعتقد هذا فإنه يكون مثلهم لأنه لم يكفر المشركين والكفار. الذي تحت المشيئة هو المؤمن المذنب العاصي، المسلم العاصي هذا هو الذي تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، أما المشرك والكافر فهو في النار قطع خالد مخلد فيها، إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا يقول تحت المشيئة، هذا معناه أنه يرد الآية، يرد على الله عز وجل كلامه، هذا جهل فظيع والعياذ بالله. الشيء العجيب في الدكتور محمد العوضي هو كيف يجتمع في شخص واحد إرجاء وتكفير في نفس الوقت، فهو يمنح العذر للكفار بجميع أنواعه، يهود ونصارى وبوذيين وعباد حجر وعباد شجر، وأنهم لا يكفرون ولا يحكم عليهم بالنار إن ماتوا على ذلك إلا إذا وصلتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وجحدوها، وفي ذات الوقت يكفر على قضية سياسية كل من انتقد حماس وطوفان الأقصى، حكم عليهم بالنفاق الأكبر المذكور في سورة التوبة. وحتى تعلم أن هياج العوضي في التكفير هو من أجل الحزب فقط، فالعوضي لم يحكم بالنفاق على من عارض عاصفة الحزم ضد الميليشيات الإيرانية، بل لم يحكم بالنفاق على الميليشيات الرافضية وهي تقصف بلاد الحرمين ويستشهد أهل السنة في المعارك من اليمنيين والسعوديين والإماراتيين والبحرينيين. إن من يتبنى هذه الجماعة ورموزها ويسمح لهم بحرية الحركة والعمل ظنا منه أنه في مأمن من غدرهم فهو واهم ويعيش في الأحلام، فهم وإن لبسوا جلود الحملان إلا أن قلوبهم قلوب الذئاب، ولا تامن فروخ الداب، إن عاشا وبوه مات، تجيك الصبح بنياب تناسل كأنها نيابة. إذا عجبك المقطع لا تنسى الاشتراك في القناة ووضع اللايك. شوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.